قلة المزاج دي. مين اللي جاي دلوقتي؟ ايه؟ اخش ولا امشي؟ امشي. هتخش يا عم بطل هبط. ايه يا ابني؟ انت رحت وقلت عدولي ولا ايه؟ عدولي ايه والنبي يا شريف؟ والنبي سيبني في حالي. الله 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 الله. ده الموضوع بجد بقى. في يا ابني مالك؟ هقول لك ايه يا شريف؟ نصب عليك. طب بس بس بس. قوم غير انت هدومك دلوقتي وبعدين نحكي على رواية. يا عم شريف انت قايم ليه؟ تلاش يا عم، هنزل اجيب حاجة ناكلها. اكل ايه بس يا عم ومن اللي نفسي ياكل؟ اقعد بس، اقعد يا شريف. عماد روق، قوم غير هدومك كده وخد لك دش لحد ما ارجع. روق انت بس. مش هتلاقي حاجة تسرقها. شيل البتاع اللي في ايدك دي وتعالى هنتكلم شوية. مجنون ده ولا ايه؟ رب هو انا كل ما اخش الشقة يطلع لي فيها ال يلا. اقعد اقعد. اخلص اكلي ونعمل شاي. صح يا عماد. سبت يا عم الشقة وأخدت الفلوس، وبعد ما أخدت الفلوس ومشيت اكتشفت إنها مزورة. يعني أنت عشان سبت الشقة إيجار قديم وبعتها واتنصب عليك وطلعت الفلوس مزورة، يبقى كده أنت اتبهدلت؟ أمال أنا أعمل إيه؟ تريقوا تريقوا براحتكم. ما أنا مهما أقول لكم الفلوس دي كانت بالنسبة لي إيه، عمركم ما هتفهموا. صحيح يا أخي، على رأي المثل اللي بتحسبه موسى الطمع ملوش رجلين. طمع ازاي؟ هو مش كان الكذب؟ والنتيجه ولا حاجه. عم انزل بقى من على المسرح واحكي لكم انا حكايتي. ابويا مات وانا عيل صغير، وعمي كوش على كل الفلوس ودقتني الدنيا وطحنتني وعملت مني دقيق، وما هنش عليها تضم مني رغيف. ايه يا عم الكلام الفخم ده؟ كلام كبير قوي. وانت كده يا شريف عمرك ما هتتغير، طول عمرك ضرب الدنيا صرمه. انا برضو يا عماد، ما انت عارف اللي حصل لي. ما انا حكي لك كل حاجه مع عميد الكليه. طبعا ودي حاجه تتنسي؟ مش لما قال لك ولا كان اتفضلنا بعدكم على بعض؟ وبعد ما ضاعت فرصتي في التعيين في الجامعه اتلطمت واشتغلت شغلانات كتير اخرهم سواق تاكسي. طب ايه رايكم بقى ان حل مشاكلكم دي كلها عندي؟ يا برنس قول كلام نفهمه. عيب عليك يا صاحبي. طب ايه رايك بقى يا بلال كريم؟ اسمه ايه؟ بلال. وتقدر تقول لي يا بولا. ايه رايك بقى يا بولا انك انت بالذات هتساعدني في اول لعبه هنعملها سوا؟ قشط عليك يا برنس، انا من ايدك دي لايدك دي. لعبه ايه يا شريف؟ هتفهم كل حاجه في وقتها يا عماد. المهم دلوقتي تجيب لي كل المعلومات الممكنه عن الراجل اللي نصب عليك. قشطة. لأمرتجي وحورتجي وصاحب كاس، وخد بالك ده بيلعب بالبيضة والحجر.
ايه يا بولا؟ هتطور رقبتي ولا ايه؟ عيب يا برنس، هظبطها. قشطه. جلست جلست والخوف بعينيها تتأمل المال المرصوص. قال لي شيكو لا تحزن، العز عليك هو المكتوب يا عمورة. انت بتعمل ايه يا شيخ؟ كان ولا بكره؟ ها؟ كان ولا بكره؟ شوف انت اهبل، لو صاحب البيت جه هروح في داهية. اهرب اهرب دلوقتي، هفهمك كل حاجة. هتقوم يا بولا تجيب لنا حاجة نشربها؟ على اساس ان احنا قاعدين في الفشاوي. شريف انا قايل اقعد وخليك هادي شويه. حاضر. شريف معلش، هو في سؤال ضيق نوزعه. نعم. وانت جاي التلاته ليه؟ مستني ضيوف يا اخي، في مانع؟ ما شكلك هتوديني الضيق يا شريف. اه. هنلبس فيها يا برنس. اه زي ما انتم محدش يتحرك. الو بوليس النجده، في حراميه عندي في الشقه. العنوان 6 شارع بورسعيد الدور الثالث، بسرعه لو سمحت. يا ولاد الحراميه. باشا باشا انا والمصحف ماليش دعوه بالحوار ده. قول لا اقعد واهدى. اتفضل عم سامي، خد الكرسي بتاع العقد. انت ايه يا اخي، ما عندكش دم؟ على العموم البوليس في السته وزمانه جاي. يجي بالسلامه عم سامي. حان يا باشا، دخلت شقتي لقيت الاثنين دول موجودين فيها وسرقوا كل حاجه. خد تعالى يا ابني انت وهو. انتوا بتعملوا ايه؟ بص يا باشا، اصل احنا وعم سامي الراجل الطيب ده يعني معرفه قديمه. سامي الراجل ده يا باشا الواقف قدام حضرتك. كمل كمل يا باشا الكلام ده. مش اسكت انت يا ابني دلوقتي. ها وبعدين؟ يلا. بص يا باشا، احنا كنا بنلعب لمؤاخذه على الفلوس، يعني احنا وعم سامي كده تسالي يعني، ولما خسر فلوس كتير زعق وكان عايزنا نرجع له الفلوس، والا هيبلغ البوليس. احنا ضحكنا طبعا فاكرينه بيهزر، قلنا له بلغ، فجاه مكلمكم وجيتوا. بس يا باشا الواد ده بيألف، انا ما اعرفهمش خالص. انت عبيط يا ابني، انت عايز تفهمني انهم جايين يسرقوه وجايبين معاهم زياره، ولا لما تخسر تتصل بينا، ولا ايه رايك؟ ناخدك معانا الف مسكن. لا يا باشا الله يخليك، انا ما فيش حل الحبس. انا ممكن اعمل لك محضر بقى الكاذب واداره شقتك لعمل الامور، بس انا اعتبركم بتتسلوا. بس لو عرفت انك بتعمل حاجه هنا تاني شوف انا هعمل فيك ايه. طب يا باشا ممكن تاخدنا معاك يا باشا وانت نازل؟ احسن ده ممكن يأذينا بعد ما تمشي يا باشا. على اساس ان عاملها ميكروباص بالنفر يعني. مع السلامه. حالا حالا حالا.
ايه الحلاوه دي؟ دي اقل حاجه عندي يا ابني واغلى حاجه في السوق. وريني الفلوس، وريني الفلوس يا معلم. اتقل اتقل انت شويه. الخطوه اللي جايه يا شريف الحقني بيها. العمليه اللي جايه بقى بتاعتك انت يا بولا، عايزك تجيب لي كل المعلومات عن حياه عمك. العمليه اللي جايه يا رجاله عنب. اوبا، طب والعنب يا معلم هيطلع امتى؟ ما تقلقش يا صاحبي، هما يومين ثلاثه والامور كلها هتستوي. ودي مين اللي هيعملها؟ انت اللي هتعملها يا منعم. يا عماد مؤاخذه يا ابني، الجلاله خدتني. ايه ده توقفت ليه يا عم؟ انت جبت ورا ولا ايه؟ لا سيبني بقى اروح اعمل ثلاثه شاي ونظبط كده ونمخمخ ونشوف هنعمل ايه بالظبط. طب يا عماد وحياه ابوك، هات شويه ميه ساقعه من الثلاجه. ابن حلال، ابن حلال يا ابوك. وسمح اعمل ايه؟ زي كل يوم رحت القسم ومش عارفين يوصلوا الحرامي. يعني العربية خلاص راحت علينا كده؟ طب قولي لي اعمل ايه؟ ما على يدك اتبهدلت اخر بهدلة، من القسم للمواصلات للحر للقرف، وبقالي اسبوع على ده الحال. قولي لي اعمل ايه يعني؟ الو؟